مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بكم وحلقه جديده وتقدر. النهارده في اولى فقراتنا احنا بنهديها لروح الفنان العظيم الراحل عامر منيب، احياء ذكراه. احنا يوم 26 نوفمبر 2011 ده كان تاريخ وفاه الراحل العظيم عامر منيب. عامر منيب الحقيقه بعد صراع مع مرض سرطان القولون الحقيقه، وبعد ما كان اقيم في الساحل لفتره طويله كان بيتلقى فيها العلاج، وكان ساعتها كان في اول مره اتصال بيني وبينه، كنت بكلمه عشان اطمن على صحته، عشان كان ساعتها معروف ان هو بيمر بفتره علاجيه، ما كنتش اعرف ان ده هيكون اخر اتصال ليا بيه. وساعتها كل اللي انا فاكره ان هو كان في منتهى التواضع ومنتهى الطيبه ومنتهى الحنيه وهو بيكلمني، بس كل اللي انا فاكره انه وانا ما اعرفوش، وده كان اول اتصال بينا، لقيته بيقول لي ادعي لي يا تامر. الله يرحمه يا رب. النهارده انا عايز اوصل حاجتين مش هقولهم دلوقتي، انا هقولهم في نهايه فقرتنا عن الراحل عامر منيب، بس خليني اقول لكم ان هو ابتدى حياته باجتهاد بتعب، كان متفوق في دراسته ولم يوفق انه يكون عميد ومعيد في الجامعه، اجتهد عشان يكون على التراك اللي هو عايزه، بس كان فاكر ان الدنيا خلاص ضلمت وافتكر ان الواسطه هي اللي هتكون هو اللي محتاجها، ويأس وقرر ان هو يسيب البلد وقرر ان هو يعيش بره مصر، بس ربنا نصفه ووقف له ناس كتيرة قدرت تساعده في المشوار الفني. ومع ان المشوار الفني بتاعه ما كانش سلس، اول البوماته محققش النجاح، اول البوم كان افتكر ان هو خطى خطوة مهمة، وللأسف احتاج شغل كتير بعد كده، بس ربنا وفقه. عامر منيب عنده اعمال فنية كتيرة جدا، بس الاهم من اعمال عامر منيب خلقه، تعامله مع الناس اهم من كل ده، ان هو كان في كل خطواته حريص في علاقته مع الله عز وجل. خلينا نشوف معاكم الفيديوهات اللي هنشوفها في الوقت الحالي، ودي اول مره تعرض على التلفزيون، واحنا بنشكر رابطه محبي عامر منيب، هم السبب الحقيقه في الفيديوهات ديت. وهنشوف معاكم فيديو لعامر منيب اول مره يعرض على التلفزيون في مدرسته مع مدرسينه، تعالوا نشوف الفيديو دوت. كلمه واحده جوه قلبي عايز اقولها من سنين، عايز اقول لك انك انت خدت قلبي بنظرتين، واللي عدى من سنيني كنت غايب عني فين. مراتي هتضربني، سلام عليكم. كشفنا طبعا وضربنا، علقه كانت سودة، تعبطنا ساعتها، الدكه مكتوب عليها اسماء كل المطربين ما عدا اسمي. لو كنت لعبت كوره بقى كنت رحمتكم من الغنى بتاعي. ليه ما كملتش بقى؟ يلا بينا. بس اجي لكم انا على النحو ده، النحو ده كانت عقده حياتي زمان. بس اقول لكم على حاجه بقى جميله جدا، كان عندي مدرس الأستاذ سيد مبروك زمان، ربنا يديله الصحة. أنا عرفت إن هو على المعاش دلوقتي، يا ريت يكون شايفنا دلوقتي. هقول إن هو عمل فيا معروف كبير قوي من غير ما يشعر، يعني لقينا نفسنا، أنا كنت بليد قوي في يعني كنت مش فاهم غصب عني ومش قادر أحفظ، وكان صعب قوي عليا التشكيل والإعراب والحاجات دي. فلقيته بعد كده بطل يسألني، كان بيسألني كل مرة أقف زي البتاع اللي أنا قاعد عليها دي مش فاهم حاجة، ويروح مقعدني تاني. فابتدى يتبع اسلوب جديد خالص، ان هو يسال كل اللي حواليا، وانا معتقد ان هو هيجي الدور عليا فهبتدي اقوم، فيروح سال اللي بعدي، فاروح انا قاعد مكسوف، لان هو حاسس ان يعني عايز يشجعني ان انا اذاكر اكتر. وفعلا كانت ان انا لقيت نفسي بعد كده مهتم قوي بالاكتر حاجه، بعد ما خلصت دراسه خالص لقيت نفسي بقرا قران وبقرا لغه عربيه كويس جدا، وابتديت اذاكر واثقف نفسي واتعلم. هو اللي شجعني ان انا اتحسن قوي في النحو، وجبت في العربي مجموع كبير قوي. الله يرحمه يا رب. كان معروف عنه الطيبه، كان معروف عنه الجدعنه، كان معروف عنه ان هو كان بيحاول يرضي الله عز وجل في كل خطواته، مع ان
كان يقال وكان في اشاعات كتيره جدا في الوقت ده في وقت نجوميته ان هو مش مسلم يهودي الديانه، وان هو عشان فنان، ويمكن كان بعض الاشاعات ساعتها او كان في اساءه لفهم الفنان ان هو مش على خلق و والكلام اللي ممكن احنا بنخبط فيه في بعض بالكلمه. كان بيتضايق جدا من الفكره دي، بيتضايق جدا من الكلام ده. عامر نقل من بيته وقرر ان هو يدور على بيت قدام جامع عشان يقدر يصلي الخمس فروض في الجامع. عامر حتى الان، ويمكن ده غير معلن، ان هو عامل جزء كبير من ثروته لوجه الله وقف تساعد بيها كل المحتاجين. عامر في ناس كتيرة جدا رحمة الله عليه حتى الان شايفين فيه نموذج لفنان وسيم الشكل، خلق حسن، وفي نفس الوقت ساب فن كل ولاده الحقيقة في حالة فخر بيه. عارفين عامر منيب سمى بناته الثلاثة مريم وزينة ونور عشان حروفهم أول حرف من أساميهم هم الثلاثة على اسم مزن، وهو اسم نهر من أنهار الجنة. يعني حتى هو بيسمي ولاده هو حاطط الله عز وجل في باله. خلينا نشوف معاكم فيديو لمحب عامر منيب سنويا في عيد ميلاده وفي ذكرى وفاته بيزوروه وبيحيي ذكراه. تعالوا نشوف معاكم الفيديو ده. ان انا اكون معاكم كلكم واشكركم كلكم واحد واحد واحده واحده. كل سنه وانتم طيبين وربنا يخليكم ليا. انا الحمد لله يعني بعيد عن الاشاعات وبعيد عن كل حاجه، انا الحمد لله عملت عمليه بس صعبه شويه في القولون، ولكن الحمد لله عدت والحمد لله بخير دلوقتي وباخد علاج. والعلاج برضو مش قوي قوي ولا حاجه، ولكن هو علاج حديث شويه في المانيا. وربنا يشفي كل مريض يا رب ويبعد عنكم كل حاجه. وبشكركم وان شاء الله اشوفكم قريب ونتكلم معاكم كلكم ان شاء الله. بشكركم على دعواتكم، ربنا يخليكم ليا. عامر منيب الله يرحمه يا رب. اللي زرعوا بيحصدوا في الوقت الحالي، بس الحقيقه في وقت وجود عامر منيب كان في البعض بيضايقوه سواء بكلام او بافتراءات. متهيألي اللي بيحصل دلوقتي وكل اللي احنا بنشوفه شاهد كبير ان عامر منيب كان على خلق عظيم. ربنا يا رب يرحمه يرزقه الجنة ونعيمها، وهو مثال كبير لينا كلنا انك ممكن تنجح باجتهادك بدون اي دعم، وفي نفس الوقت تحافظ على علاقتك بالله عز وجل. اخر حاجة عايز اقولها لحضراتكم ان عامر منيب آخر حاجة سجلها كان دعاء بصوته، وكان نفسه أنه يرتل القرآن ويسجله بصوته، بس الحقيقة ملحقش. خلينا نشوف آخر فيديو معانا لأخته أميرة وصديق لي بيقولوا على آخر أيام النجم الراحل عامر منيب. عامر منيب حالة فنية فريدة، حالة أثبتت للكل أن الفنان ممكن يوصل ممكن ينجح، مش الفنان بس، أي إنسان أيا كان، وفي نفس الوقت ما يخسرش نفسه. مزن، مريم ونور وزينة الله يرحمك. خلينا نشوف معكم آخر فيديو. كان بيتكلم معايا بالصدفة كده مرة بالليل، كنا بنتكلم وقول ان هو كان عايز يسجل القرآن كله بصوته، بس قال لي انا لما ابطل، حتى كان فيه يعني كان في برامج متسجله قديمه وكان بيقول فيها انا نفسي ابطل بقى كده بعد يعني في سن معين وارتاح وبتاع ومش عارف ايه. قال انا عايز اسجل القران، يعني كان بيقول كلام عن مشاري راشد وكده، فكان بيتكلم ان هو نفسه يسجل القران بصوته، بس قال مش هسجل الا لما يعني ابطل بقى الغنى وكده. ف يعني العمل بالخواتيم كمان، واخر حاجه عملها ضعيف الله يرحمه. يا رب فك كربتي يا خالق الموت والحياة. معكم أميرة منيب شقيقة الراحل عامر منيب. شرف لي أن يقترن اسمي باسمه، وشرف لي أكثر أني أقول أني كانت أمنيته الأخيرة تلاوة القرآن الكريم بصوته وتسجيله، وبدأ فعلا في حفظه بالتجويد، لكن وفاته المنية، رزقه الله الفردوس الأعلى ورزقه الأجر بالنيابة. We'll be right back.
المريض المصري اسهل حاجه عنده انه لما يشعر بالم يروح الاجزخانه يجيب اي مسكن وياخده. طبعا هي دي حاجه الحقيقه المفروض احنا دورنا كاطباء ان احنا نعمل توعيه ونعرف ونعرف المريض انه الموضوع ما هواش بهذه السهوله. ده الدراسات اللي بتتعمل على الالام وانواع الالام دراسات لا حصر لها، ودراسة الألم ده علم لوحده، لازم نبقى عارفين بالظبط ايه اللي هنقدر نعمله علشان الألام تتحسن. احنا النهاردة الاجتماع بخصوص أدوية المجموعة الأدوية اللي هي المضادة للالتهاب اللي هي النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز. غرض الجلسة ان احنا نوعي بعضنا ونوعي الأطباء ونزود الوعي عند الناس ان احنا نقلل استخدام الأدوية دي على قد ما نقدر، او تبقى تحت إشراف الطبيب. هي بتستخدم بالاساس لو في اي اوجاع في الجسم، بالذات لو في خشونه او امراض روماتيزميه. في مجموعه جديده من الادويه اللي هي اسمها سيلكتيف كوكس 2، دي اقل تاثيرا على المعده وعلى الجهاز الهضمي، وهي نسبيا امن في بعض الحالات. لكن كده كده الادويه دي المفروض ما تتاخدش، المريض ما ياخدهاش من نفسه، لازم يرجع للطبيب عشان الطبيب يشوف ايه احسن او امن دواء بالنسبه للمريض ويديهوله الفتره المناسبه. النهارده في شركه ايفا بتقدم منتج جديد، دواء جديد مضاد للالتهابات، بنستعمله في حالات خشونه المفاصل بالنسبه للعظام اي مفصل. وكلنا عارفين ان خشونه المفاصل ده مرض مزمن، وكل اغلب المجتمع عندنا عنده خشونه، والدواء ده ميزته اللي هو مش ما بيتعبش المعده، خفيف على المعده. ده هدف الحمله ان احنا نعلم المرضى والاطباء ازاي نقلل النوع ده من استهلاك المسكنات. الحمله بقى لها سنه حققت بعض النجاحات اللي نقدر نقول ان هي مرضيه بالنسبه لنا، لكن احنا النهارده موجودين بعد سنه عشان ندعم الحمله اكتر ونطلق حاجه جديده للمرضى، وهي ابلكيشن او تطبيق جديد اسمه صحتك. اطلقناه النهارده. الابلكيشن ده هيسمح للمرضى انهم يحصلوا على استشارات طبيه مجانيه من مختلف الاطباء من مختلف التخصصات، والاستشارات دي بتكون يا اما عن طريق فيديو كول او تشات مع الطبيب، بيحصل بيها المريض على استشاره طبيه كامله بشكل مجاني. مساء الخير مرة ثانية أعزائي المشاهدين، وخلينا نروح معاكم لفقرة هنعرف بيها تفاصيل أكتر عن مكمل غذائي. يمكن مكمل غذائي ده ليه فوائد كتيرة جدا وخصوصا لمرضى القلب وكمان الضغط. خلينا نفهم تفاصيل أكتر عن منتج كولوسيز، وهيكون منورنا النهاردة دكتور أكرم غانم وهو المستشار الطبي لشركة AMD. أهلا بيك أهلا بيك تامر بيه. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ في من أيام كريم الطوبجي بقى ما البنات العام والأحمر اللي مطنشني ده ومعدي. ده كان في بداية حياتي بس حضرتك لسه فاكره. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. خلينا نعرف أكتر عن كولوسيز، وحضرتك هتكلمنا النهارده ان هو ليه فوائد كتيره لمراحل عمريه مختلفه، فنفهم اكتر من كده. كولوسيز مكمل غذائي مصدر طبيعي زيت كبد الحوت. دايما بفرق ما بين الدواء والمكمل الغذائي. لو انا مريض مرض مزمن او مرض عارض باخد له دواء علاج، ده اكيد. مكمل غذائي لا، ده اللي بقى انا باخده عشان صحه، ثقافه، يعني مش لازم اكون تعبان انا لمجرد ان هو يوميا. دي الحاجات اللي بتبقى اون ذا شيلف في بره، انت سافرت كتير. دي اللي انت بتاخدها من غير استشارة الطبيب. ولو استشارة الطبيب هيقولك فوائد الكولوسيز. طب تعالى نشوف الكولوسيز ومكوناته يستاهل الضجة اللي احنا عاملينها عليه دي ولا لا. كولوسيز بقاله 15 سنة بالمناسبة في السوق. هو منتج مصري طبعا 100%. بتتكلم ان الكولوسيز 15 سنة اثبت جدارته، اثبت كفاءته، اثبت ان ملوش اي اثار جانبية. ليه ملوش اثار جانبية تامر بيه؟ مصدر طبيعي زيت كبد الحوت، حاجة ربنا خلقها، ملوش اي اثار جانبية، مش ممنوع لاي حد. تخيل الام الحامل لازم تستخدم كولوسيز. انا شايف ان هو ليه فوائد كمان للجنين، بس خلينا ناخدها في المجمل. بالظبط كده انا بقول لك، خلينا نعمل شويه ساسبنس زي اللي انت بتعمله. للام الحامل لازم تستخدم كولوسيز. مريض الضغط لازم يستخدم كولوسيز. مريض السكر لازم يستخدم كولوسيز. زي ما اتفقنا هو مش علاج، هو بيساعدك في كل ده. طب تعالى نشوف هو ايه ومكوناته ايه. أوكي. وهيفيد الناس دي ازاي. كولوسيز زيت كبد حوت، فيتامين الف، فيتامين د، اوميجا 3. المنتج المصري الوحيد اللي فيه الثلاثه مع بعض. دايما بقول لك في فرق ما بين زيت كبد الحوت وزيت السمك.
زيت السمك اوميجا 3 بس مع جزيل احترامي للاوميجا، الاوميجا مهم جدا، بس لما اقول لك ان الكولوسيز مع فيتامين ا وفيتامين د مع الاوميجا 3 يبقى مين افضل؟ اكيد الثلاثه مع بعض اقتصاديا. كنت بسال السؤال ده ان في اوميجا 3 فعلا وفي زيت كبد حوت لوحده، انت قصدك ان الكومباينيشن او التجميعه ديت مهمه انك انت بخلال قرص واحد بتحصل على كل المواد بالظبط كده، ومش قرص بقى هو سوفت جيلاتين كبسول. تفرق في ايه؟ عارف انت الكبسوله العاديه اللي بتبقى بادي وكاب دي بيبقى جواها بودره، انما السوفت جيلاتين كبسول بيبقى جواها سائل. هتفرق في ايه؟ لا هتفرق انك تقدر تدي كلوسيز من سن سنه ازاي؟ ما هو مش هيبلع بشكل دبوس كل الموجود في كلوسيز نقطتين على زبادي او لبن او عصير. طب ما تقول لي ممكن ادي الطفل زي كبد الحوت الشرب؟ للاسف طعمه وريحته منفره جدا جدا، حتى لو قدرت بالترغيب او بالترهيب تدي 5 سم او 10 سم زيت كبد الحوت الشرب ما اديتوش كمال كفايه. فالنهارده كلوسيز زيت كبد الحوت زي ما اتفقنا من سن سنه شك الدبوس كل الموجود فيه نقطتين. طب تعالى نتكلم على المكونات وفوائدها. قال لك كلوسيز فيه فيتامين ا وفيتامين د والاوميجا 3، تعالى نبتدي بالاوميجا 3. قال لك الاوميجا 3 احماض دهنيه غير مشبعه. يعني ايه؟ يعني نافعه. يعني ايه برضو؟ يعني ما خدهاش غير من مصدر خارجي اللي هو معايا النهارده كلوسيز. عكس الاحماض الدهنيه المشبعه الضاره، ودي بتيجي منين؟ الفاست فود، الجانك فود. جسمك بيخلقها بتعمل ايه؟ ضاره ليه؟ قال لك بتسد لك الاوعيه الدمويه. عارف زمان الخرطوم لما كنا نشتريه كان يبقى لين ومرن والميه تمشي فيه كويس قوي، شويه بيحصل له ايه؟ بينشف ويشقق. ينشف ويتسد. ده بالبلدي كده الاحماض الدهنيه المشبعه بتعمل كده في الاوعيه الدمويه بتاع جسمي وجسمك. فبناء عليه الاوميجا 3 اللي موجود في الكولوسيز بيكنس لك الاحماض الدهنيه المشبعه. هيفرق في ايه؟ هيفرق جدا. دلوقتي الاحماض الدهنيه المشبعه دي لو سدت ابتدى يبقى ده ضرر على مريض الضغط العالي، مريض السكر، مريض الكوليسترول، اجهاد على عضله القلب. تعرف القلب بياخد الدم عن طريق الوريد؟ اه طبعا. ويدي عن طريق الشريان. احنا بقى بعاداتنا الغذائيه الخطا سدينا هذه الاوعيه الدمويه، فبناء عليه اجهاد على عضله القلب. اكيد. على النقيض بقى الكولوسيز الاوميجا 3 هيكنس لك الاحماض الدهنيه المشبعه، وبناء عليه انت في مريض الضغط، في مريض الكوليسترول، في مريض السكر، عملت ما بقاش في اجهاد على القلب، كمان حميت نفسك من الجلطه. هو يعني ايه جلطه؟ كلوتينج، تجمع دموي، تجلط للدم بالظبط كده. فتخيل لو الاحماض الدهنيه المشبعه دي زادت عملت انسداد بقى في لا قدر الله جلطه. يعني 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 خلينا ناخدها كده ونبسطها اكتر. هل لو انا باستخدام كلوسيز على مدار بشكل هو لازم يومي طبعًا. اكيد يعني مره طبعًا. واحده في اليوم ولا مرتين؟ مرتين في اليوم، كبسولتين الصبح وكبسولتين بالليل للبالغين. تعالى ناخد الجرعه بالمره. كلوسيز من سنه لسبع سنين كبسوله واحده، من 7 ل 17 كبسولتين، من 17 فما فوق 2 الصبح 2 المغرب كلوسيز. تمام. يقي من الجلطات، بينظم الضغط، وبيقوي عضله القلب، وبينشط الدوره الدمويه. تمام. ايه الفوائد الثانيه؟ عشان انا شايف ان كمان مهم للاطفال الرده، مهم للجمال، انا في حاجات يعني عايز افهمها. حلقات وحلقات، اسمح لي. طيب. لو بعد اذنك وبعد اذن مشاهدينك الجمال ان احنا نتكلم عليه. اتفضل. الاوميجا 3 مفيد جدا جدا للاطفال، فيقول لك الام الحامل لازم تاخد الكلوسيز وهي بعد 3 شهور حامل. انت بتقول لي ما انا ده بيبقى حريصين ان بعض الادويه ممنوعه تماما في الوقت ده. ما احنا قلنا الادويه ده مش دواء، ما انا عارف ان هو كفيتامين، مكمل غذائي، ان هو ينفع للرضيع ده لازم. ليه بقى؟ النهارده بتتكلم الام الحامل بعد 3 شهور حامل، انت عارف اول 3 شهور ما تستخدمش حاجه، هتستخدم كلوسيز، هيفيدها في ايه؟ الاوميجا 3 هيقوي الذكاء عند البيبي. عملوا دراسات ما بين نفس المرحله العمريه، مش هقارن سنه بخمس سنين اكيد. نفس السنه ده مامته خدت كلوسيز، ده مامته ما خدتش، لقوا فرق كبير جدا في الذكاء عند اللي مامته خدت كلوسيز. تتكلم كلوسيز هيفيد الام الحامل عشان فيتامين د اللي فيه، هيرسب كالسيوم على عظمها وعظم البيبي. هو البيبي بياخد كالسيوم وبياخد عظم منين؟ مش من الام؟ اكيد. تخيل انت بقى الكلوسيز فيتامين د اللي موجود فيه هيقوي لك الكالسيوم او يرسب لك كالسيوم على عظمها وعظم البيبي. ده جميل. ده فوائد الام الحامل. طب تعالى فوائد لمريض الضغط. هيعمل ايه؟ اتفقنا الاوميجا 3 كنس لك الاحماض الدهنيه المشبعه. طب مريض السكر. وده مشكله. انت عارف في كام مريض سكر وضغط في مصر؟ 10 15 مليون. تخيل انت ان الاوميجا 3 اللي موجود في الكولوسيز بيدي 146 اي تي بي. ايه الاي تي بي؟ تامر بيه. ده وحده قياس الطاقه. عارف انت لما بتوزن بالجرام او بتقيس بالسنتي فيقول لك الاي تي بي ده وحده قياس الطاقه. تاني معاك اهو الاوميجا 3 اللي موجود في الكلوسيز اداك 146 اي تي بي. على نقيض الجلوكوز لما تلاقي حد مهبط يقول لك اديله سكر. بيدي 36 اي تي بي. يعني جزيء الاوميجا 3 اداك اربع اضعاف الطاقه
اللي اديها لك الجلوكوز، زائد الاوميجا 3 اللي موجود في الكلوسيس طاقه ثابته. ليه؟ احماض دهنيه غير مشبعه، عكس الجلوكوز طاقه وبتنزل. كل دي فوائد للاوميجا 3 اللي موجود في الكلوسيس. سؤال بقى، خلينا نتكلم على الماده الفعاله وخلينا نتكلم على التركيز، عشان يمكن البعض يقول عشان منتج مصري ان هو وسعره ميسر وفي متناول الجميع. اقتصادي، انا بحب دايما اقول اقتصادي. فيبقى التركيز مش هيبقى بقوه لو احنا جبناه مستورد. بالعكس، انت عايز تقارن ما بين الكلوسيز والمستورد؟ يا ريت معاك. نعمل ده معاك النهارده. بتتكلم الكلوسيز منتج مصري وبكل فخر، بتتكلم سوفت جيلاتين كبسول. مكنه السوفت جيلاتين كبسول موجوده في 5 أو 6 مصانع بس في مصر. احنا الدواء بتاعنا والمكمل الغذائي بتاعنا بنصدره لمعظم الدول العربيه والافريقيه. على نقيض بقى المستورد، انت بتتكلم المستورد ده جاي اولا جار فيه 100 كبسوله. اول ما فتحت ال 100 لزقوا في بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجه سعره يقترب من 1000 جنيه. انا عارف ان فرق السعر بيبقى غالي جدا. 3 انت النهارده ضامن. انا بشجع دايما المنتج المصري، بس دايما لما بتيجي تخاطب المواطن وهو بياخد شيء مكمل غذائي، يعني حاجه بيحافظ بيها على صحته، يعني هو مقرر ان هو هيهتم بصحته، لازم تقنعه ان المنتج المصري بقى خلاص على ساحه المنافسه ويمكن اقوى من المنتج الاجنبي. امال انا معاك ليه النهارده؟ ما احنا بنقارن ما بينهم. فالنهارده بتتكلم المستورد زي ما اتفقنا كمان ما تضمنش تاريخه، وممكن يكون تاريخه ممسوح. ما تضمنش مصدره، اجيب لك من الاخر، ما تضمنش اصلي ولا مضروب. وصلت؟ فالنهارده بتتكلم لو هقارن، لا الكلوسيز، تصريح وزاره الصحه، تصريح وزاره الصحه ده بيساوي انك بتفتش على كل بتشايه طالعه، بتاخد منها كميه وتتاكد ان الماده الفعاله موجوده. تركيزها صح زي ما سيادتك سالتني. تتكلم ان الكبسوله سليمه ما بتنقطش اللي فيها. كل دي حاجات تخليني مضمون جدا. فبتتكلم الكلوسيز امن عشان مصدر مكمل غذائي زي الكبد حوت، تتكلم مضمون عشان تصريح وزاره الصحه. طب تتكلم ايه رايك بقى ان نفس الماده الفعاله اللي هو زي كبد الحوت كل شركات العالم من ضمنها شركتنا اي ام دي بتجيبها من نفس المصدر اللي هو فنلندا والدول الاسكندنافيه. وانت عندك هنا حيتان ولا سطح حيتان؟ ما عندكش. فكلنا بنجيب شركه اكس في امريكا، شركه واي في المانيا، شركه اي ام دي في مصر، بنجيب من نفس المصدر. يبقى نفس المصدر، سعر اقتصادي، مضمون، امن. عايز ايه اكتر من كده؟ طيب سؤالين في منتهى السرعه. اول حاجه، احنا بنشجع المنتج المصري وبنتكلم ان ده منتج مصري متاح في كل الصيدليات. تمام، متوفر بكثره في كل الصيدليات. تمام، يعني توزيع الشركه المصريه للادويه والشركه المتحده للصيدله، وسعره في متناول الجميع. سعره اقتصادي جدا، 14 جنيه وربع شريط، 42 جنيه 45 قرش العلبه 3 شرايط. ده هايل. وده بنتكلم ان هو العلبه بتكفي قد ايه؟ زي ما اتفقنا على حسب السن. لو بتتكلم لسن سيادتك هيبقى 2 الصبح 2 بالليل، بتتكلم في اسبوع او اكتر من اسبوع بشويه. تمام، خلينا نتكلم برضو ان ده مش فقط للصحه، ده كمان يعني قلنا كمان للاطفال الرضع، وبنتكلم ان هو ليه علاقه مكملات غذائيه بتساعد على النضاره والجمال. طبعا ممكن نفهم فيتامين الف. اتكلمنا كلوسيز فيه فيتامين الف مع الاوميجا 3 ومع فيتامين د. فيتامين الف بيقول لك فيتامين الصحه والجمال. بيعمل ايه؟ قال لك فيتامين الف عشان النظر. اطفال الصغيرين بتلبس نظارات، او الكبار يقول لك 40 45 سنه لازم تلبس نظاره. لا، اهتمام بالكلوسيز، اهتمام بفيتامين الف اللي موجود في الكلوسيز هيقيني من ده. يقول لك عتمه العين، يقول لك الميه الزرقاء، يقول لك الميه البيضاء. سالتني على الجمال. فيتامين الف اللي موجود في الكلوسيز بيخلي البشره تنتج كولاجين، وما ادراك ما الكولاجين. طبعا انتي رينكل، مضاد للتجاعيد. الستات ده مهم جدا جدا ليهم، الستات والبنات. يقول لك كمان الشعر، فيتامين الف موجود في الكلوسيز مهم للشعر، انه يبقى اقوى، ما يتجعدش، ما يتقصفش. الضوافر ده، زي ما اتكلمنا على فيتامين د. خلينا ناخد لك فيتامين د بسرعه كده باختصار عشان وقت. عايز اسالك سؤال مهم قوي. تحت امرك. هيفرق في حياه كلوسيز كلها وماله في حياتنا كلنا. فيتامين د موجود في كلوسيز بيقول لك برو هرمون يجي من اشعه الشمس، بس انا ما باخدش كفايتي من اشعه الشمس. فالنهارده بتتكلم فيتامين د موجود في كلوسيز هيرسب لي كالسيوم على العظم. تمام، هيبقى مهم جدا في العضلات والتقلصات العضليه، هيقيني من سرطان ثدي وبروستاتا وقولون. كل دي فوائد لفيتامين د الموجود في الكلوسيز. للاسف وقتنا انتهى، بس سريعا، كتير من السيدات بيخافوا ياخدوا مكملات غذائيه عشان ما يكونش فاتح شهيه فزياده الوزن تحصل. بالعكس، اخليها تطمن جدا، لان بقول لك الاوميجا 3 الموجود في الكلوسيز هيديها طاقه. فمش هتحتاج تاكل. كمان فيتامين د هيعللها معدل الحرق او الايض، فلو في سن مضعف في حتت معينه هتروح تمام. نورتني يا دكتور. نورك تامر بيه، اشكرك. دكتور اكرم غانم المستشار الطبي لشركه اي ام دي، وكان بيكلم النهارده عن منتج المصري كلوسيز وازاي ان هو بيكون ليه فوائد كتيره كمكمل غذائي. بنشكرك جدا يا دكتور. نورتني يا مشاهدين. سريعا نروح لفاصل ونرجع لكم واخر فقره معانا.
مساء الورد اعزائي المشاهدين، وجي معادنا مع اخر فقره مع شركائنا وشركاء الخير جمعيه سقيا المياه. سقيا المياه النهارده هيكلمونا عن فكره مهمه جدا، هيكلمونا عن ان انت ممكن تعمل خير، وان قادر فانت هتتبرع بفلوس، وان ظروف الماديه مش احسن حاجه انت بتنزل في عمل تطوعي. وهم النهارده من وجودهم معانا عايزين يشكروا العديد من المشاركين معاهم بالعمل التطوعي. خلينا نعرف اكتر عن العمل التطوعي وازاي تقدر تساعد. منورنا النهارده استاذ عز الطاهر المدير الاداري لمؤسسه سقيا الماء. اهلا بيك يا استاذ عز. اهلا بحضرتك يا استاذ. موضوع مهم قوي هو العمل التطوعي، وان في ناس كتيره بتنزل معاكم في كل محافظه بتساعد في عمل الخير. كلمنا اكتر عن الموضوع ده، وبرده الساده المشاهدين اللي حابين يشاركوا معاكم، وانا سامع وشايف الحقيقه شفت معاكم كمان ان انتوا عندكم في كل محافظه فريق عمل كبير متطوع. بالظبط، هي الفكره اصلا التبرع عامه مش لازم زي ما حضرتك قلت كده، مش لازم يكون تبرع مادي، وممكن تبرع بالوقت. يعني هو المتطوع ده هو بيتبرع بوقته. ليه المؤسسات يعني بتركز اصلا او بتعمل سبوت اكبر على المتطوع من الموظف؟ لان هو الفرق ما بين الاثنين. انا النهارده انا متطوع فبكون عندي وقت فاضي فبوهبه لله، وبشتغل باقصى قوه عندي او اقصى سعي عندي علشان اخد عليه ثواب كبير. صح. عفوا. طب الموظف بقى هو ليه وقت من 10 ل 5 وبياخد عليه اجر، فهو هيخلصه وهيمشي، خلص الشغل او ما خلصش وخلاص بكره ابقى اكمل. المتطوع لا، دي نقطه. احنا بقى فعلا في كل المحافظات لازم يكون عندي متطوعين، لان انا ما عنديش درايه بكل النجوع بقى والكره اللي جوه المحافظه دي، ولا احتياج المحافظه ايه بالظبط. بالظبط، فانا لازم اجيب حد من اهلها علشان يساعدني ان انا اوصل للناس اللي هي اكثر يعني اكثر احتياجا. انا ازاي هوصل للنجوع، النجوع الصغيره قوي اللي ما حدش يعرف عنها غير اهلها. فده دور المتطوع. المتطوع كمان بيجي يساعدني ان هو في التوزيع، في الشراء، في كل حاجه. المتطوع فعلا بيكون ليه دور. فانا من عند حضرتك طبعا بشكر كل المتطوعين على كل محافظات مصر، لان الحمد لله سقيا الماء في كل محافظه لازم يكون ما شاء الله عندها متطوع اثنين ثلاثه يساعدوها في كل المشاريع اللي احنا شغالين فيها الفتره دي. ما شاء الله. الفئه العمريه اللي بتشارك معاكم من المتطوعين بيبقى من كام لكام؟ والله يعني هو من كام؟ من 15 لفوق. يعني احنا كان معانا متطوعين ناس كبار في السن ل 50 وبينزلوا على قد مجهودهم. يعني هو كل واحد بيبقى على قد المجهود اللي هو يقدر يديه وبيتطوع بيه. وفي ناس ممكن تتطوع اصلا ان هي تعمل شير للفيديوهات بتاعتنا للبيج. فهو مش شرط انك انت لازم تنزل على الارض الواقع علشان تكون المتطوع في مؤسسه، لا، انت ممكن باللي انت تقدر فيه او باللي انت بارع فيه وهيفيد المؤسسه دي ممكن تتطوع فيها. صح، ده اكيد. انت الحقيقه النهارده حضرتك كنت حريص ان انت تشكر كل المتطوعين اللي بيشاركوا معاكم في كل المحافظات. الحقيقه وكمان جمعيه سقيا الماء حريصه ان عدد المتطوعين يكون اكتر عشان يكون كل ما يتعلق من التبرعات يكون خارج في شكل افاده لكل اهالينا المحتاجين. بالظبط كده، وكمان ان انا احافظ على فلوس المتبرعين. يعني انا النهارده لو خليت بدل المتطوع موظفين عشان يكون ليهم ولاء ليا اكتر، فوزعت في كل المحافظات دي موظفين، طب انا هجيب مرتباتهم منين؟ صح. انا كده هاخدها من النسب اللي هي بتتاخد. احنا بنحاول نبعد عن كل ده، ان انا عايز اودي زي ما المتبرع بيديني المبلغ اللي هو بيدوني اوديه بالظبط في المكان بتاعه. البير اللي احنا كنا بنتكلم هو 15000 جنيه ولا 20 او 25000 جنيه، انا عايز اعمل له اكثر استفاده. يعني انا بدل ما اطلع منه نسبه اوديها للموظف، طب ما انا اطول له فيه، اعمل له حنفيات، اعمل له توصيله لجوه البيت. فاحنا بندور على ده دايما في المؤسسه. طب الحقيقه المتطوعين كان لهم دور مهم جدا ان هو يكون في كل محافظه في نشاط خيري مختلف عن المحافظه الاخرى، خلينا نفهم ده اكتر. طيب هو الناس الفتره اللي فاتت خدوا من اسمنا ان احنا سقيا الماء فهم متخصصين في المايه بس. لا، الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت احنا مؤسسه سقيا الماء عندنا تنوع كبير جدا جدا في المشاريع بتاعتنا. مثلا وقف النخيل او قريه سقيا الماء، طب ده بره المايه، بس ده في صلب التبرعات او في صلب الصدقه الجاريه. انا النهارده لما بدور للمتبرع ايه، او اي متبرع بيجي يدور على ايه؟ على الاستدامه في الصدقه بتاعته. انا نفسي ادفع جنيه واخد عليه حسنات كتيره جدا. فاحنا لقينا له ان هو النهارده لما يزرع نخله ب 4000 جنيه وتجيب له ريع كل سنه 8000 جنيه لمده 100 سنه او اكتر، ويحطها من كل ريع كل 8000 جنيه بيجي له كل سنه يحطها في مشروع تاني او في صدقه جاريه تاني، فانا بوسع له مجال الصدقات قد ايه. فده اللي بتدور عليه المؤسسه. لما ننزل دار المسنين، ننزل اهالينا اللي هم عندهم حكاوي في قلبهم كتيره جدا وتعبانين ومتضايقين ونفسهم بس حد يحن عليهم ان هو بزياره،
حد يحن عليهم هو يغير له الـ السرير اللي هو نايم عليه المرتبه. ناس فعلا استاذ تامر هبقى اجيب لحضرتك فيديوهات كده مع اهالينا هناك في دار المسنين، الناس فعلا محتاجين ده قوي. فاحنا نزلنا لهم وسمعنا منهم وسمعنا وجعهم عامل ازاي. فليه انا ما انزلش بقى اطبطب على الناس دي باقل حاجه، اجيب لهم الادويه. في ناس منهم بيبقوا كبار في السن فعندهم امراض فمحتاجين ادويه، اساعدهم ان انا اجيب له ده. فهي المؤسسه بتدور في كل مكان ان انا ازاي اعمل سبوت على الناس المحتاجين اللي هم مهمشين اصلا ما حدش بيروح لهم كتير. يعني انا لو حضرتك تابعت كل التقارير اللي احنا بنجيبها هتلاقي بعض القرى اللي احنا بنروحها هي مش موجوده، ما فيش مؤسسات كتير بتوصل لها. فده دور سقيا الماء صح. ان انا اوصل للناس اللي هي ما حدش شايفها او ما حدش بيروح لها كتير. انا هقدر اساعده. يمكن النهارده احنا معانا تقرير لنشاط من انشطه جمعيه سقيا الماء وهو وصلات المياه. قبل ما نشوفه خلينا برضو عشان الساده المشاهدين اللي هيشوف التقرير وحابب ان هو يشارك معاكم، بيشارك ازاي وبيتكلف كام وصله المياه؟ طيب انا لو شخص عادي، يعني انا هشرحها سريعا، هو لو شخص عادي من اهالينا بيعمل الوصله دي بيدفع 7000 جنيه. طب انا بقى لو مؤسسه خيريه انا بدفع 3000 جنيه بس على الوصله. يعني هو لو متبرع حب يروح يعمل وصله هو بنفسه هيدفع في هناك الرسوم 7000 جنيه. بس هو لما بيخش تبع مؤسسه الدوله هنا بتدي خصم او دعم للمؤسسات الخيريه ان هي بدل ما تعمل وصله اعمل اثنين بنفس المبلغ اللي هو 7000 جنيه. فهي الوصله الواحده بس ب 3000 جنيه. تقريبا بقى الوصله كامله تستمتع بيها بيت كامل واسره كامله. بالظبط كده. التقرير مع حضرتك بقى يعني بعد ما يجي هعلق عليه كده ان هو في فرحه اصلا يعني او قصه قبل التقرير او قبل ما نوصل للي احنا فيه ده هبقى احكيها مع حضرتك بعد ما نشوفه يعني. خلينا نشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع لكم تاني. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا افتكرها شايل تحس بالنصب وبالتعب، لكن كل ده يهون بعد سفرة من القاهرة إلى الأقصر حوالي 7 ساعات من القاهرة إلى الأقصر، وهنا نجا العرب في إسنا في الأقصر حوالي ساعة يعني 8 ساعات علشان نيجي هنا، لكن كل ده بيهون لما بتلاقي الضحكة وبتلاقي الفرحة وبتلاقي الابتسامة على وش واحد زي عم حماده سليم صاحب البيت ده. ازيك يا عم حماده؟ الحمد لله. مرحبا. اخبارك ايه؟ خليك الله يبارك فيك. الله يكرمك. قول لي انت في البيت ده بقالك قد ايه؟ 10 سنين. 10 سنين. واحنا بنجيب ميه من الترعه ومن هنا ومن البوابير وتعبانين بصراحه. الله يبارك. الحمد لله ربنا يبارك فيكم ونشكر ربنا الحمد لله اللي ايه؟ الحمد لله. وصلت الميه. يعني انت مبسوط بالحكايه دي؟ الحمد لله مبسوط من الصبح والله. والله ما شاء والله الله. والله مبسوط. والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. فرقت معاك في ايه؟ يعني انت حاسس بالفرق في ايه؟ فرق كبير ان انا ارتحت دلوقتي الميه اشرب. بقت عندك جوه البيت؟ جوه البيت بدل ما انا عاجي بالليل تعبان من الزرع وهنا وعاجي ميه ما فيش. خلي بالك الذي يقضي في حوائج الناس رب العالمين سبحانه وتعالى يقضي حوائجه، الذي يسعد الناس الله سبحانه وتعالى يسعده، الذي يدخل السرور على قلوب الناس الله سبحانه وتعالى يدخل السرور على قلبه وعلى حياته وعلى بيته. شوف ابي ايه بوسطة مية، وسطة مية يا جماعة. والله جتنا ناس الأول يعني جيوا يركبنا مية ما وفوش بالوعد بتاعهم الصراحة. لما جيتوني أنتوا بصراحة ربنا وفقكم معاني وركبتونا المي بصراحة لديكم الصحة يا رب، وربنا يدي كل واحد الصحة كل اللي ساهم في المية دي ووصل لنا المية وتعب فيه. الله يشكر الناس وصلوا لنا المية، وكنا نعبي من عند الجيران كديت ومية ناخذ ومية ما نجيبش من مشوار بعيد، ويشكر الناس ووعي بوعيهم
وصلوا لنا المية برضو والحمد لله، واشتغلت المية اللي احنا فيها يعني. والحمد لله يعني، والمية ركبت وتمام وهنشربه بإذن الله وبارك الله فيهم. ونشكركم جدا جدا اللي انتوا وقفتوا معنا وساعدتوني ودخلتوا لنا مية، كنا تعبانين في الميات والمعيشة، وحد ما ربنا كرمنا وفي الليل وفي النهار نطلب ونقول يا رب وقف معنا بولاد الحلال وساعدنا. وشكرا وشكرا للي ركبوا لنا مية، شكرا للي ركبوا لنا مية، يشكر جزاهم الله كل خير. لما جينا علشان نفرح مع الناس قالوا عايزين كمان نوصل للمسجد يا جماعة، والمسجد ده مفيهوش مية، قالوا فيه مية بس يعني بيعتمدوا في المية اللي بتوصل للحنفيات أو واصلة عن طريق خزان، خزان بيبقى موجود وبتيجي عربية أو فنطاس فبيفضي في الخزان وهكذا. حتى أنا كنت داخل عشان عايز أتوضى عشان صلاة، قالوا لا مفيش مية. فإحنا إيه رأيكم الناس اللي بتشوفنا دلوقتي، الناس اللي بتشوف دلوقتي ودي أرقام مؤسسة سوكيا الموجودة قدامكم على الشاشة، يتواصلوا مع المؤسسة، وأنا عايز الناس تتنافس دلوقتي وتتسابق الآن وتتصارع اللحظة دي، مين اللي يوصل مية للمسجد؟ مين اللي يوصل مية للمسجد؟ أنت ولا أنتي؟ عاوز تاخد ثواب كبير، عايز تاخد ثواب، كل واحد هيتوضى في المسجد، عايز تاخد ثواب، كل واحد هيصلي في المسجد، لأنه هو هيصلي هيصلي بوضوء، ولما يتوضى أنت هتاخد ثوابه، أنت هتاخد حسنات، لأنك أنت اللي بذلت وأنت اللي دفعت وأنت اللي حطيت فلوسك في الوصلة اللي هتوصل للمسجد دي. فما تضيعش الوقت وما تضيعش فرصة وتنافس والآن الآن في أسرع وقت، أسرع وقت خد الثواب وأطرق الباب وخبط كده على الأرقام اللي موجودة قدامك على الشاشة، قول لمؤسسة سوقي الماء أنا عايز أخد الأجر ده اللي الشيخ أحمد بيتكلم عليه، أنا اللي عايز أوصل. شوف الوصلة دي يا جماعة هتتكلف كام، الوصلة اللي في نجع العرب مركز إسنا محافظة الأقصر للمسجد ده، أنا عاوز أخد ثواب الوصلة دي. يلا بسرعة شوف الوصلة هتتكلف كام وتواصل مع المؤسسة وادفع اللي تقدر عليه، لو تقدر تشيل التكلفة كلها يبقى جزاك الله خيرا، فانت هتاخد الثواب كله، ما تقدرش يلا برضو هتاخد الثواب إن شاء الله على قدر أجرك وعلى قدر بذلك. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين، هكذا قال رب العالمين. فمن الذي يتسابق الآن ومن الذي يتصارع الآن؟ المؤمن يا جماعة من صفاته أنه يسارع، أولئك يسارعون في الخيرات. يلا بينا، يلا عايزين ناخد الثواب، عايزين ناخد ثواب الوصلة دي يا جماعة، مش صعبة ولا مكلفة ولا غالية. شوف كده الأرقام عندك على الشاشة وقول للمؤسسة الوصلة اللي الشيخ أحمد بيتكلم عنها للمسجد دي تكلفتها إيه، أنا عاوز أتكفل بها أو أساهم فيها. يلا بينا. ولا حد غيرنا في تفكيرها شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. مؤسسة سوقي الماء نعمل من أجل الإنسان. استاذ عزت شفنا وسط المياه الحقيقه في الاقصر، وديت يعني ده جزء من مشاريع وسط المياه اللي بتمتلي على جميع انحاء الجمهوريه. انتم الموضوع ده وسط المياه ب 3000 جنيه ممكن نساعد بيها اي اسره محتاجه. كلمه تفاصيل اكتر، خصوصا انك انت قلت لنا في شيء هتنوه عنه بعد التقرير. طيب هو قبل بس التنويه، هو في راجل كده كان بيتكلم في التقرير كان بيقول يعني وهو فرحان كده كان بيقول انتوا نقصتوني ان انا كنت بخبط على جاري كل يوم يديني يوم ميه ويوم لا. فدي معاناة بقى مش القرية دي بس، في قرى كتيرة جدا نفس المعاناة، فاحنا محتاجين نساعد الناس دي كلها. طيب القصة بقى اللي انا قلتها ايه في المكان ده، قصة المتابعة بتاعت مؤسسة سوقي الماء. نحن لما بنعمل مشروع ما بنسيبوش ونمشي ونقول خلاص احنا عملناه وصورنا والحمد لله كده، لا احنا بدأنا في القرية دي الاول خالص عملنا خط مية رئيسي 3.5 كيلو. هي اصلا القرية نفسها ما كانش فيها مية خالص ولا خطوط مية رئيسية ولا اي حاجة خالص، فاحنا كنا اعتقد من 6 شهور ولا حاجه دخلنا الخط المايه الرئيسي ومشينا. فالناس بتوعنا بينزلوا يتابعوا الخط شغال، الخط بيضخ، طب اخبار اهل القريه ايه، هل غيرنا فعلا من احتياجهم ولا لا، فلقوا ان هم لسه نفس النقطه ما اتحركوش، ان هم لسه عايزين الوصلات بقى نفسها. كنا احنا خدنا الوصلات اللي هي الاوليه الاول القريه وما كملناش، كنا وقفنا المشروع يعتبر، فكملنا على ده وكانت دي النتيجه، فرحه الناس وفرحه اهالينا ان انتوا يعني وعدتوا واديتوا لنا فعلا او وفيتوا بالوعد ده.
فالحمد لله يعني في كل المحافظات شغالين بنفس الشكل ده، حتى في الابار برضو بنعمل نفس الفكره يعني. طيب خلينا نتكلم عن قريه سقيا ماء واحد واثنين، ويمكن النهارده احنا معانا في خطوات ايجابيه وهنشوف بعض الصور لقريه سقيا ماء واحد، هنفهم اكتر ايه موقف التنفيذ اللي وصلتوا له لغايه دلوقتي وايه اللي بيحصل. دي صور طيب معانا دي بقى قريه سقيا ماء واحد في الوادي الجديد، هو خلاص يعني احنا صورنا المكان وبدانا نحط النقط اللي هيتعمل فيها شبكه الري يعني. يعني هو خلاص يعني هو احنا بنقول بدأنا بقى السباق بتاع القرية دي كمان يعني. احنا كنا بدأنا في وادي النترون وحضرتك شرفتنا وشفت بنفسك وطمنت، ده حاجة مشرفة الحقيقة. فدي القرية التانية هو الحمد لله بدأنا فيها بقى وبدأنا نصورها. دي هتكون قرية كاملة سكوك النخيل، وفي نفس الوقت هيتم بناء بيوت 50 بيت. خلينا ادينا التفاصيل كده بالارقام عشان دايما الارقام بيكون ليها عامل طيب مؤثر. هي دي 200 فدان، ال 200 فدان دول هيتعمل فيهم 12,000 نخلة وهيتعمل بجانبهم 50 بيت، 50 بيت لمين؟ لاهالينا اللي هم هناك اصلا، يعني هي باتفاق مع الشؤون والمحافظة بنختار 50 فرد هنسكنهم هناك وهم اللي هيكونوا مسؤولين عن الري او متابعة الارض دي نفسها. فطب ليه مؤسسة سقيا الماء راحت للمجال ده مع انها هي اصلا مجال المية والخير؟ ما هو ده خير، مجال التنمية اصلا، احنا مسمينا مؤسسة سقيا الماء للتنمية. فانا النهاردة لما اطلع ناس في حتة البطالة وحتة ان هو مش لاقي مكان يأكل منه او مكان يشتغل منه فما عندوش اي مدخل رزق، فانا لما اعمل له ارض زي دي ويعمل يشتغل ويبقى ليه بيت، فانا طلعته من اطار ان هو بياخد ويدي. صح. كان في حد عندنا يا استاذ تامر كنا عملنا له مشروع، فبعد فترة من المشروع بتاعه اشتغل بقى هو دلوقتي بيتصل بينه وبيتبرع. فاحساس جميل جدا ان انا النهاردة اكون زرعت في شخص بقى كان بيلف على الجمعيات ويقول لهم ادوني اي حاجه امشي بيها يومي، ان هو النهارده يبقى عارف يعمل مشروع ويدخر ليه والمشروع وكمان اللي يوفره يطلع منه مساعده لغيره عشان هو حس بمعاناتهم. فدي حاجه كويسه جدا المؤسسه بتشتغل عليها الفتره دي. بس فهي قريه سقيا الماء واحد الحمد لله كده خلاص بقت جاهزه ان احنا نبدا بقى نزرع فيها الفسايل ونبدا نجهز للخير. زي ما قلنا 200 فدان، في 200 فدان تاني بس دول بقى هيبقوا يعني تطوير جامد جدا برضو خارج الصندوق من مؤسسه سقيا الماء ان شاء الله، بس نبدا فيهم ونتكلم. احنا دايما بنحب نتكلم باللي احنا عملناه مش لسه بنفكر نعمله. ده دي صور اهي، ودي احنا في الامور التنفيذيه اللي بيتم زراعه تقديم عمل شبكه المياه، وفي نفس الوقت الزراعه لبدايه زراعه ده تمهيد الطريق كمان للقريه نفسها يعني. هو الطريق الرئيسي فاحنا بنمهد الطريق عشان اللي داخل يعرف يخش بسهوله لجوه القريه نفسها يعني. هل القريه هتكون معتمده على فكر تنموي كله؟ يعني بنتكلم عن سقوك نخيل، بنتكلم عن بيوت، بنتكلم عن مشاريع صغيره للاسر عشان تقدر تصرف منها، بنتكلم عن ابار، كل اعمال الخير لجمعية سقيا الماء هتتحط في القريه ان شاء الله. يعني هي زي ما احنا قلنا هي ده مجال التنموي للمؤسسه يعني بصاله شويه مع الدوله، ان انا ازاي انمي محافظه كامله. يعني انا لما اعمل في المحافظه حاجه زي كده انا بدعم المحافظه كلها مش بدعم القريه دي بس. ليه بدعمها؟ ان انا النهارده لما اوفر عماله 50 فرد، 50 فرد دول هيشتغلوا فهينتجوا غير ال 200 فرد. ده 50 فرد بشكل مبدئي يعني بالمعدل اللي انتم ماشيين بيه ده ما شاء الله، ده ممكن الموضوع يكبر اكتر من كده ان شاء الله. ولسه انا عايز اقول لحضرتك ان احنا الايام الجايه كمان يعني في اخبار حلوه جدا جدا بقى عن قريه سقيا الماء 3 اللي في سيوه. يعني المحافظه بقت هي اللي تتواصل معانا وبتدينا كمان مقترحات، ما تيجوا تساعدونا في كذا، فده بيدي يعني مصداقيه والحمد لله وشفافيه يعني. نورتوا، بالتوفيق لجمعية سقيا المياه وبالتوفيق لكل اعمال الخير وكل متطوعين الخير كمان اللي معاكم. احنا بنشكركم بشكر لكل واحد بيتطوع من وقته ومن عمره بساعات ولحظات عشان يساعد غيره انه يعيش. باش نورتنا يا استاذ عزت، سعداء بوجودك النهارده. استاذ عزت طاهر مدير الاداري لمؤسسه سقيا الماء، نورتنا يا فندم. زي مشاهدين حلقتنا انتهت، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وفي نهايه حلقتنا ألف رحمة ونور عليك يا عامر يا منير. بشكركم، أشوفكم بإذن الله بكرة حلقة جديدة.